نشدوا السلطات فهمتي بان يعملون واحد البريره هنايا ويشوفوا هاد الناس اللي كيخرجوا حنا غير الفساد اللي قوار هنايا في هاد الرقايه عاده اللي الفساد بالبنات وديك المسائل اللي كيخرجوا تما واحد الشيء اللي ما كيتصورش قراوي كيجيو بالطوموبيلات حنا كيجيو ما تقدرش تهضر معايا الا هضرتي معاك ها كيجيو من منطقه اخرى كيجيو تما ما تقدرش تهضر معاه انت هنا كتشوفوا ها هو مباشره متلبس مع البنت وماش ما تعمل له تقلوا عليه تعديتي عليه يجي يقول لك فهمت اللهم هذا منكر سيدي حنا هذا المنكر هذا اللي قدر الله وهذا المصيبه كتوقع الضعاره فهمتي على راس 55 عند الرقايه عادي بحر ما سالت ترقان هنايا يجوا بالنهار وبالنهار بالنهار وبالليل فهمتي هما بالنهار كيكونوا بالنهار ها القى اغلبيه بالنهار اغلبيه بالنهار كيجيو يدخلوا ثمان الربع كيجيو يقول مساء تما ما تقدرش تهضر مع شي واحد تهضر مع شي واحد ولا شي حاجه كتقول لك لا انت علاش الانسان حقوق الانسان وهذا الانسان جالس فهمتي في الشانتي علاش تهضر معاه وعلاش كذا ولكن حقوق الانسان عند من على هادوم اما حنا دابا صح اللي تسرقنا رزقنا ما عندنا حقوق السيد واقف الطوبيل على اليمين د الشمال د الطريق غتقول له